المطلوب منا الآن أن نمثل بيانياً جميع قيم H الممكنة على خط الأعداد، وهذه المتباينة بالذات مثيرة للاهتمام لأن لدينا أيضاً قيمة مطلقة هنا. إذن الطريقة التي سنتبعها أننا سوف نقوم بحل هذه المتباينة بدلالة القيمة المطلقة لـ H، ومن هنا يمكننا حلها لـ H. لذا دعونا نحصل على القيمة المطلقة لـ H على جانب واحد من المتباينة، وأبسط طريقة للقيام بهذا هي أن تضيف 19 و1 تقسيم 2 إلى طرفي هذه المتباينة. غالبا ما أفضل وضع ذلك بصورة كسر غير صحيح، لكن 1 تقسيم 2 من السهل جدا التعامل معه، لذلك دعونا نضيف 19 و1 تقسيم 2 لطرفي هذه المتباينة. إنها متباينة وليست معادلة، إنها إشارة أصغر من وليست إشارة مساواة، إذن زائد 19 و1 تقسيم 2. بكل وضوح يتم حذف هؤلاء من على الجانب الأيسر، كان ذلك بيت القصيد، ويتبقى لدينا القيمة المطلقة لـ H على الجانب الأيسر وهي أقل من، ثم إذا كان لدينا ناقص 12 زائد 19 و1 تقسيم 2 إذن تصبح 7 و1 تقسيم 2. لدينا الآن القيمة المطلقة لـ H أقل من 7 و1 تقسيم 2، فماذا يخبرنا هذا؟ هذا يعني أن المسافة، أو بطريقة أخرى لتفسير هذا، تذكروا أن القيمة المطلقة هي نفس المسافة من الصفر، لذلك هناك طريقة أخرى لتفسير هذه الجملة، هو أن المسافة من H إلى الصفر، إذن المسافة من H إلى صفر يجب أن تكون أقل من 7 و1 تقسيم 2، فما هي قيم H التي تكون مسافتها أقل من 7 و1 تقسيم 2؟ حسنا، يمكن أن تكون أقل من 7 و1 تقسيم 2 وأكبر من 0 أو تساوي 0، لذلك اسمحوا لي أن أضعها بهذه الطريقة. إذن H يمكن أن تكون أقل من 7 و1 تقسيم 2، ولكن إذا كانت القيمة سالبة جدا، أي إذا اتجهت إلى -3، -4، -5، ثم إلى -6، -7، -8، فإن جميع القيم المطلقة الحالية لن تكون أقل من هذه، لذلك يجب أيضا أن تكون أكبر من -7 و1 تقسيم 2. إذا أعطيتني أي عدد في هذه المساحة ستكون القيمة المطلقة له أقل من 7 و1 تقسيم 2، لأن جميع هذه الأعداد تبعد عن الصفر بمقدار أقل من 7 و1 تقسيم 2. اسمحوا لي أن أرسمها على خط الأعداد حيث أنه مطلوب منا أن نفعل هذا. إذا كان هذا هو خط الأعداد فإن ذلك هو الصفر، ونرسم بعض النقاط. دعونا نفترض أن هذه 7 وهذه 8، هذه -7 وهذه -8. ما هي الأعداد التي تبعد عن الصفر بمقدار أقل من 7 و1 تقسيم 2؟ حسنا، كل شيء لدينا هنا يبعد بمقدار أكبر من 7 و1 تقسيم 2، التبعد عن الصفر بمقدار 7 و1 تقسيم 2 بالضبط، لا يمكنك أن تعد ذلك، إذن 7 و1 تقسيم 2 نضع دائرة حولها. نفس الشيء ينطبق على -7 و1 تقسيم 2، قيمته المطلقة تبعد بمقدار 7 و1 تقسيم 2 بالضبط، يجب أن يكون بعدنا عن الصفر أقل من 7 و1 تقسيم 2، لذا لن نشمل أي من هذه النقاط، موجب 7 و1 تقسيم 2 أو -7 و1 تقسيم 2. الآن كل شيء يقع في المنتصف يكون بعده عن الصفر أقل من 7 و1 تقسيم 2، لذا يمكننا إحصاء كل شيء آخر.
وكل شيء في الخارج سيبعد بمقدار أكبر من 7 واحد تقسيم 2 عن الصفر، وانتهينا.